بعض الناس يحافظ على الصلاة مع الجماعة في فروض، ولكنه لا يحافظ عليها في فروض أخرى، كما تذكر صاحبة هذه الرسالة وتخص بالذات صلاة الفجر. الصلوات يجب المحافظة عليها كلها مع الجماعة، قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. الواجب على المسلم أن يحافظ على كل الصلوات مع الجماعة، والفجر بالذات يتأكد عليه أن يحافظ عليها ليسلم من صفات المنافقين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم.